فصل الصيف مشاكل البشرة والشعر بتكتر جدا جدا جدا، ونبتدي كلنا نبقى بندور على حلول ليها. مؤخرا طبعا في يعني أجهزة كتيرة ظهرت، وسائل جديدة ظهرت لعلاج مشاكل البشرة والشعر، ومن أهم المراكز اللي بتوفر الوسائل الجديدة دي هو مركز نبض بفروع مختلفة. والنهاردة منورني في الاستوديو دكتورة ماريان نادر، أخصائي الجلدية والتجميل مركز نبض، اللي هترد لنا على كل هذه الأسئلة. مساء الخير يا دكتور، منوران. خليني أتكلم معاكي في الأول وأسألك، إيه أهم الحاجات اللي بتسبب مشاكل البشرة والشعر؟ لو هنتكلم عن مشكلة، احنا بدأنا ندخل فصل الصيف، يعني هنزل بحر، هنزل بسين، بدأ يكون في أملاح هتأثر على شعري، كلور هيأثر على شعري، الشمس بدأت حرارتها تكون عالية جدا هتأثر على البشرة وعلى الشعر الاتنين، ما بحطش صن بلوك فبشرتي هتتأثر جامد قوي. كل الحاجات دي كعوامل بتجد عليا جديدة في فصل الصيف، انا بدأت ان انا بشرتي هتتأثر اكتر، شعري هيجهد اكتر، فلازم احافظ ان انا صن سكرين للبشرة وللشعر. لو هنزل بحر او هنزل بسين او حاجة من الحاجات دي لازم اكون حاطة بونيه مخصص للشعر عشان شعري ما يتأثرش. طبعا ما نمش بالميك اب، اشرب مية كتير، احط نايت كريم يغذي بشرتي. البشرة الدهنية هي اكتر بشرة بتعاني في فصل الصيف، بس هي محتاجة برضو ترطيب، يعني ما اقولش البشرة الدهنية فمش محتاجة ترطيب، محتاجة مرطبات، حاجة لايت كده للبشرة. تمام. طب الشعر بقى، اهم المشاكل اللي بتواجهنا في فصل الصيف تساقط الشعر. عامه تغيير الفصول بيعمل تساقط شعر طبعًا. شديد جدا طبعًا. وطبعا الهيشان مع الرطوبه والقصص اللي من النوع ده. نتكلم الاول على تساقط الشعر. امتى اقول ان تساقط الشعر ده مش طبيعي؟ عشان نقول ان ده مش طبيعي لازم نعرف ايه المعدل الطبيعي. في ثلاث مراحل النمو الشعرايه، مرحله الاناجين، الكاتاجين، التيلوجين. مرحله الاناجين هي مرحله شباب الشعرايه ونمو الشعرايه اللي الشعرايه بيطول فيها. الكاتاجين هي مرحله انتقاليه ما بين النمو وما بين التساقط قبل ما تقع. مرحله التيلوجين هي مرحله طبيعيه او المعدل الطبيعي لسقوط الشعر. انا لما بسرح شعري دي الصوره اللي معايا بتوضح لي الثلاث مراحل بتوع نمو الشعر. المرحله الاولانيه البصيله موجوده في جدرها، البصيله بدات تتفصل، البصيله اتفصلت وهتقع. تمام. ففي معانا معدل طبيعي للتساقط، اللي هو انا ما اجي اسرح شعري طبيعي الاقي كام شعرايه في المشط وانا بسرح، لكن اللي مش طبيعي ان انا الاقي خصل جامده قوي بتتشد من شعري، الاقي فروه راسي بدات تبان، الاقي الشعرايه التخينه السميكه بدات ترفع. كل الحاجات دي كلها بتقولي لا، ده هنا في مشكله، عندي مشكله بقى. الطبيعي ان انا يقع معايا من 50 ل 100 شعرايه في اليوم، لقيت اكتر من كده، لقيت فرو، مش لازم كمان سقوط، على قد ما انا ممكن الشعرايه في بعض الامراض او بعض تساقط الشعر بتلاقي ان الشعرايه التخينه السميكه بدات ترفع خالص، ففروه الراس بدات تبان، يعني شعرها ما وقعش بس شعرها رفع قوي قوي، بقى شعر وبر 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 بيبي خالص، فمش ما عادش مالي فروه الراس. كل الحاجات دي كلها لا، ده مش طبيعي، ده انا لازم الجا لدكتور، الجا لطبيب مختص، افهم حالتي ايه، لازم اتعالج. ايه ازاي بيتم علاج الشعر من التساقط، وهل بيختلف العلاج من حاله لاخرى؟ طبعا زي ما احنا اتفقنا ان تساقط الشعر ده انواع، يعني مثلا ممكن واحده حامل في فتره الحمل شعرها بيكون كويس جدا، بعد فتره الرضاعه تلاقي شعرها بيقع جامد. ستريس وضغط امتحانات وكده تلاقي بعد البنت بعد ما خلصت فتره الستريس والامتحانات تلاقي شعرها بيقع كتير. ممكن قله تغذيه او نقص حديد، ممكن حالات العامل الوراثي، كل الحاجات دي كلها بتؤدي لسقوط الشعر مع تفاوت الباترن او شكل تساقط الشعر. يعني في حاله الصلع الوراثي بتلاقي شعرها تبتدي ترفع جامد قوي قوي، الشعر ما فضيش بس فروه الراس بانت لان شعرها بدات تبقى رفيعه خالص. في حالات التريجن افلوفيا اللي هي بتعقب ستريس او بعد الحمل او بعد ايا كان السبب، بتلاقي خصلات بتتشال، باجي اسرح شعري بلاقي خصل جامده بتقع بجدرها، الشعر بتقع بالجدر بتاعها. فطبيعي طالما في اشكال لتساقط الشعر هيكون في طرق مختلفه للعلاج. الطرق المختلفه للعلاج، لو حالات الصلع الوراثي بناخد لها سيان ده او ده، بناخد لهم كورس، بس بتتفاوت في الماده اللي احنا بنحقنها. يعني لو تساقط عادي بنحقن فيتامينز، بنحقن بلازما، بنحقن جروس فاكتورز. لو تساقط فيه عامل وراثي بنضيف بعض المواد مخصصه لعلاج التساقط لحالات الصلع الوراثي. طب هل في كورس معين لعلاج تساقط الشعر او لعلاج الشعر المقصف؟ ولو في الكورس ده موجود قولي لي تقريبا بياخد مده قد ايه على ما يبتدي يبان ان في نتيجه للعلاج ده؟ تمام. احنا دلوقتي عندنا مشكلتين، مشكله تساقط ومشكله هيشان وتقصف في الشعر. الهيشان والتقصف في الشعر نتيجه ان الشعرايه بدل ما كانت سموث وعليها كفر طبيعي ربنا خلقه عليها من بروتين بيحوط الشعرايه، بدات يحصل فيها تشققات، فالشعرايه بدات تطلع هيشه مقصفه بتتقطم من نصها نتيجه فقدان الكفر الخارجي للشعرايه. الكفر ده كان معمول بروتين، انا بحط كفر زيه بيحوط الشعرايه فبيديها السماكه بتاعتها، بيضيع كل الهيشان لان هو بيملى كل التشققات اللي بدات تتكون في الشعرايه، بيدينا زي كفر زي اللي كان موجود على الشعرايه قبل كده.
دي الحالات دي بتتعالج في جلسه واحده بس، بمجرد مواد بتتحط موضعيه على الشعرايه بتبتدي تعدي عليها، بنعدي عليها عشان ندخل الماده دي جوه، بتبتدي الشعرايه تجيب نتيجه في ساعتها. يعني نتيجه لحظيه بنشوفها في لحظه بالظبط في في الحالات التقصف او الهيشان. هتقعد معاها قد ايه؟ هنقولي مثلا هتقعد معاها 9 شهور سنه، جذور الشعرايه لما تطلع بتطلع بطبيعه شعرها بس بتطلع اجمد واقوى لان هي بتكون الشعرايه اتغذت في الفتره دي. تمام. لو حالات تساقط الشعر على حسب برضو هي جت في انهي مرحله، هنقول احنا الطبيعي بنلاقي نتيجه امتى؟ الطبيعي بنلاقي نتيجه في خلال شهر شهر ونص، ان كميه الشعر اللي بتقع مني بتقل لان شعري اتغذت كويس. مع مره كمان يبتدي شعري يسمك، يبقى سميك اكتر، فروه راس الداره لان بدا شعر بيبي صغير يطلع وبدات شعرها تستعيد سماكتها اللي كانت الطبيعه بتاعتها. هنقول متوسط كام جلسه؟ متوسط 6 جلسات. ممكن حالات تحتاج اقل وممكن حالات تحتاج اكتر على حسب السيفيريتي. دي حاله بالظبط، دي حاله من حالات تساقط الشعر بدا يظهر عندها المنطقه الاماميه في الشعرايه. بدات الخط الامامي للشعر بدا ينحل، بدات فراغات تظهر في شعرها، شعرها بدا يخف. دي يعني لحقتها في مرحله متوسطه، خدنا في الحاله دي من 4 لـ6 جلسات. تمام. حقنا فيها بلازما، حقنا فيها فيتامينز، حقنا فيها جروس فاكتورز او عوامل نمو بتساعد تجديد الخليه. كل الكورس المكثف ده بتاخده كل مره هتيجي فيها. هي دي اكتر الطرق اللي مركز نبض مشهور بيها. بالظبط، احنا اتفقنا ان احنا عندنا تقنيه، يعني انا مش هدفي ان انا اعالج التساقط بس والمظهر الخارجي للشعرايه ما يكونش كويس، فاحنا بنعمل ميكس ما بين الاثنين، بعالج المظهر الخارجي بحيث ان الشعرايه تكون نازله سموث وشكلها كويس، وفي نفس الوقت يعني في مراكز كتير او في اماكن كتير انا اعالج الشعرايه بس خارجيا مظهرها يبقى كويس، وده بعد كده ينعكس عليها ان الشعرايه بتقع. بشوف حالات كتيره جدا جايه لي بتعاني من تساقط شعر، شعر بيقع بكثره جامده قوي بعد ما عملت تقنيه فرد، بعد ما عملت كرياتين، بعد ما عملت اي حاجه. فانا هدفي ان انا احط ماده علاجيه تعوض البروتين اللي اتفقد من الشعرايه وفي نفس الوقت ما ياثرش على التساقط، ولو في تساقط اعالجه كمان. طيب عدد الجلسات بيكون قد ايه تقريبا، ولا بيتوقف على حسب الحاله؟ هنقول افريج مثلا من 4 لـ6 جلسات او من 6 لـ8 على حسب السيفيريتي، بس بنلاقي نتيجه مع اول جلسه في صوره الكميه اللي بتقع بتقل معايا. طب بالنسبه بقى للبيسين والكلور والشعر وميه البحر، هل العلاج ده بيتعارض مع فكره ان انت بتنزلي بحر وكلور وحاجات كده؟ لا العلاج ما بيتعارضش، بس انا اتفقنا ان الكلور والبيسين والبحر وعرق فروه الراس كل الحاجات دي بتاثر نفسها على الكفر الخارجي اللي كان محطوط على الشعرايه. يعني هل احسن لي ان انا اعمل كورس مثلا العلاج ده قبل ما اطلع مصيف، واعمل واحد تاني بعد ما ارجع من المصيف، بحيث برضو ان اللي يحصل دامج اللي بيحصل في المصيف من الشمس وكده اعوض بيه، ادخل المصيف متعالجه واخرج منه اعوض اللي فاتني؟ طبعا يعني ده احسن طريقه. هو طبعا كل ما هنحط كفر يحمي الشعرايه او يحوطها او يديها حمايه، كل ما اقلل الضرر بتاع ميه الكلور، ميه البسين، ميه الميه النازله من الحنفيه اللي فيها كلور كتير، الاملاح بتاعت فروه الراس، كل ما هدي كفر كل ما هقلل الاضرار اللي بتطرق على الشعرايه نفسها. خلينا نتكلم بقى شويه عن الليزر. يمكن الليزر كل ما الناس تسمع الكلمه دي تتخيل ان هي حاجه هتوجع وانها هتلسع وان هي حاجه مؤلمه. كلميني كده اكتر حاجه حاليا الليزر، احدث الانواع الليزر وبيعالج مشاكل ايه؟ الليزر دي كلمه برود قوي، كلمه واسعه جدا، تحتها انواع كتيره من انواع الليزر. لو اتكلمنا عن في نوع او اشهر انواع اللي بتستخدم في مجال علاج البشره او الشعر، الفراكشنال سي او 2 ليزر، الليزر هير ريموفال، في حاجه اسمها كيو سويتشد اندياج ليزر، ده مخصص للحالات بتكون عامله تاتو وعايزه تشيله. كل الانواع دي من الاجهزه اللي تعتبر من احدث الاجهزه او تقنيه مشهوره جدا. هنتكلم عن الفراكشنال سي او 2 ليزر. هو ليزر ببساطه وظيفته ان هو ينشط الكولاجين، سواء بقى المشكله عندي كانت فاين لاينز، كانت تجاعيد خفيفه في البشره، كانت ندبات مكان حب الشباب، كان جلدي يا دكتور ما عادش مشدود زي زمان، عملت بوتوكس وعملت فيدرز وعملت حاجه من الحاجات دي. يعني دي ايه فراكشنال ليزر اهو، دي بالظبط دي صوره بتوضح الفراكشنال ليزر. عندي بقع على الجلد او عندي منطقه مش سموث او فيها مشكله في الجلد، بدات انزل فراكشنال ليزر، الليزر الجزيئي اللي بينزل على الجلد بدا يوصل لعمق معين، لو هنشوف ان هو وصل للون بينك تحت، ده وصل للكولاجين، يبتدي ان هو ينشطه، فده بينعكس على البشره ظاهريا في صوره ان التجاعيد هتروح، الخطوط الرفيعه اللي في الجلد هتروح، الندبات حب الشباب هتروح، السيرجيكال سكارز نتيجه سكار نتيجه اي عمليه جراحيه هتروح، كل الحاجات دي معايا تتحسن بالفراكشنال ليزر. دي من الحالات اللي احنا بنشوفها بقى قدامنا على الجلد بالظبط. دي حاله اتعالجت بالبوتوكس او بالفيلر كتير بس لسه ملمس الجلد مش مشدود، فعالجناها عن طريق الفراكشنال ليزر. ده ندبات حب الشباب برضو تتعالج عن طريق الفراكشنال سي او 2 ليزر. حاله زي دي تاخد لها متوسط من 4 لـ6 جلسات. بس احنا بنلاحظ نتيجه مع اول جلسه في صوره ان عمق الحفره بيقل. لان الكولاجين كانه بيردم الحفره من تحت لفوق. تمام. طب قولي لي حضرتك برضو من ضمن الحاجات اللي بنتكلم دايما عنها مؤخرا هي البي
البي ار بي. بالظبط مظبوط بالظبط. البي ار بي اللي هي البلازما، البلازما الموجوده في جسمنا، اسمها بليتلت ريتش بلازما، ده اختصار البي ار بي. فكره البلازما دي ايه، او انا ليه باخدها وبحقنها؟ البلازما اولا ممكن تتحقن في الشعر، ممكن تتحقن في الوش، ممكن تتحقن حوالين العين، في الشفايف، في الرقبه، في الايدين، في اي مكان. وبعض التخصصات الثانيه في الطب، في مجال الطب، بتستخدم في اماكن ثانيه في الجسم. هدفها ايه؟ دي طريقه فصل البلازما اللي هي عباره عن عينات دم بسحبها من البيشنت في جهاز طرد مركزي بيلف بسرعه معينه. الجهاز ده موجود عندكم في المركز؟ بالظبط. الجهاز ده بيفصل لي البلازما، الدم الاحمر تحت والبلازما بتطلع فوق. البلازما دي فيها نفسها حاجه اسمها جروس فاكتورز او عوامل نمو. ايه فكره عوامل النمو دي؟ انا جسمي او خلايا بشرتي وشعري وجسمي كله عشان ينمو محتاج حاجه اسمها عوامل نمو. فانا عوامل النمو باخدها وبحطها في المكان اللي فيه مشكله، فمركزه بحقنها في المكان اللي فيه مشكله، فبساعد تجديد الخلايا في المكان ده. لو في الشعر هساعد انبات بصيلات شعر جديده، لو في البشره هنشط الكولاجين والايلاستين اللي عندي، في الشفايف هتساعد توريد الشفايف، في الرقبه برضو هتشد الفاين لاينز الموجوده، في الايدين على حسب المكان اللي بتتحط فيه بتساعد تجديد الخلايا. هل استخداماتها بتبقى احسن من استخدامات البوتوكس والفيلر؟ مش حكايه احسن، هي ممكن تبقى بتدعم نتيجه البوتوكس والفيلر. يعني البوتوكس له استخداماته، الفيلر لها استخداماتها. انا عشان ادعم يعني مفيش حاجه احسن من حاجه، هي في كل حاجه بتكمل حاجه. بالظبط بالظبط. يعني حاجه هتكمل حاجه. البلازما البي ار بي ممكن تكمل شغلي بعد ما انا خلصت البوتوكس والفيلر، وحتى ايفن الخيوط. عايزه ادي نضاره، عايزه اعمل انتي ايجنج واطول مده البوتوكس والفيلر معايا، لو بنت صغيره وعايزه تدي نضاره او عايزه تاخر عجز بشرتها او ظهور الفاين لاينز ممكن نعملها على حسب المشكله اللي عندي. ايه مفيش حاجه احسن من حاجه زي ما اتفقنا. لا يعني مثلا لو بنت صغيره في السن ولسه هتبتدي تاخد بالها من نفسها، احسن لها تبتدي تلجا اكتر للبلازما قبل ما تبتدي تلجا مثلا للفيلر وللبوتوكس، ولا على حسب هي وشها ماشي ازاي؟ لو هي صغيره ما عندهاش اي مشكله خالص، مجرد ان هي عايزه حاجه تقاوم علامات التقدم، مش عايزه يظهر عندي فاين لاينز دلوقتي، ماما عندها مشكله وانا مش عايزه المشكله دي تظهر عندي بدري، هبتدي ان انا اعالج بشرتي عن طريق كولاجين، عن طريق بلازما، عن طريق فيتامينز، اغذي البشره داخليا قبل كوقايه قبل ما المشكله تظهر عندي. المشكله ظهرت على حسب المشكله ظهرت فين. لو تجاعيد تعبيريه يبقى بوتوكس، لو خطوط ثابته ستاتيك لاينز يبقى فيلرز. تمام. بالنسبه للخيوط دي يمكن يعني تقنيه حديثه موجوده دلوقتي طبعا. هل في مثلا عنايه معينه يجب ان انت تلتزمي بيها بعد ما تعملي علاج بالخيوط؟ والفتره بتبقى قد ايه تقريبا؟ الخيوط دي عملت طفره في عالم التجميل، اللي هو الحالات اللي انا البيشنت كان بيخاف من عمليه واخد بينج وهعمل عمليه فيس ليفت، دلوقتي انا بقيت اوصل لنتيجه الفيس ليفت مثلا بنسبه 80 او 70% هوصل لنتيجه عمليات شد الوجه على حسب برضو الحاله اللي انا جايه فيها. يعني ممكن اشد منطقه الساجنج اللي في خطي الابتسامه، ممكن الساجنج اللي في الماريونيت او التهدل، بلاقي جاولز او منطقتين نزلوا على منطقه الفك هنا، بلاقي تجاعيد في منطقه الرقبه وتهدل جلد موجود، واحده خست جامد قوي بدا عندها يكون جلد. مع التقدم في السن بتدي الحواجب تنزل لتحت برضو. كل الحاجات دي على حسب المكان اللي فيه المشكله وعلى حسب عمق المشكله او كثره الجلد او الفولد اللي موجود عندي بستخدم نوع خيوط معينه. هتقعد معانا افريج قد ايه؟ هتقعد معانا من سنتين لثلاث سنين. الخيوط المستخدمه نفس الخيوط اللي انا كنت بعمل بيها العمليات الجراحيه، بس التكنيك نفسه مختلف. يعني الخيط بيدوب في جسمي، ما بيكونش اي حاجه ظاهره بره على الجلد. الخيط عليه حاجه اسمها هوكس صغيره خالص، زي حاجه زي خطاف، لو انا مسكت الخيط نفسه مش هكون شايفاها قدامي. النتيجه بتبقى ايميديت في ساعتها، يعني انا بعمل الخيط او بحقن الخيط بتلاقي النتيجه في ساعتها. البيشنت ما بيكونش حاسه باي وجع، لان انا بكون حاطه دهان كريم موضعي قبل ما بنعمل اي بروسيجر للفيس او للوش او للرقبه او للشعر او للايدين، بكون حاطين كريم موضعي على الجلد، مخدر موضعي عشان ما احسش بشكه الابره الصغيره. والتكنيس كل ما بتبقى احدث او الخيوط كل ما العلم بيتطور، كل ما الخيط بتبقى ابرته رفيعه جدا، ما بيكونش باين حتى في الجلد. وبحقن مكان دخلت الابره بتاعتي، بحقن بينج موضعي، فالبيشنت في جميع الاحوال ما بتكونش حاسه بشكه الابره اللي هي بتتشكها. بعد ما بنخلص الخيط بنبتدي نعمل مساج توبيكال، مساج كده على الجلد كاننا بنرفع الجلد على الهوكس الصغيره الموجوده، يبتدي الجلد يتشد في ساعتها. ميزه الخيوط ان هي خيوط علاجيه، يعني انا بحقن بلاقي نتيجه في ساعتها، ومع الوقت اسبوع في الثاني في الثالث في الرابع في شهر النتيجه بتتحسن، اللي هو بينشط الكولاجين اللي موجود عندنا.
دي هي الصوره. دي خيوط. تمام. دي خيوط بالظبط اتعملت لمنطقه الرقبه. لو هنلاحظ الجلد فيه فولد جامد قوي من الجلد موجود تحت. وهي بتوطي الجلد بيتحرك معاها، عامل بيعكس سن على فكره اكبر. كان الناس زمان تهتم ببشرتها بس، لكن دلوقتي الاهتمام بالبشره وبالرقبه بيعكس السن. هي الرقبه اللي بتبين السن. طبعا طبعا. والوش بيتشد شويه، انما هي الرقبه اللي بتفضح. بالظبط. على فكره كان زمان العمليات دي ما كانتش لغايه ما الخيوط طلعت، بقت تعالج لنا موضوع الوش والرقبه. دي حاله برضو رفعنا لها منطقه الجولز والفيس، هتحس ان وشها هي ما اتغيرتش، هي وشها صغر رجع زي ما كانت زمان. يعني احلوت، ما نفختش شفايفها، ما كبرتش وشها، مش عارف ايه. النتيجه بتبقى طبيعيه تمام، بنرجع لما كنا عليه، بنشد التهدل بس اللي موجود في البشره. هل في حالات بتقدري تخشي انك تشتغلي على وشها بكافه الطرق دي؟ يعني تعملي لها بوتوكس وفيلر وخيوط وبلازما كله في نفس الوقت؟ طبعا كله مع بعضه. ولا بتبقى ستيبس؟ هقول لك على حاجه. البوتوكس مينلي بيتحقن في تجاعيد تعبيريه، يعني 111 خطوط في منطقه الجبهه، تجاعيد نتيجه اكسبريشن معين انا بعمله. فدي علاجها بوتوكس، بتكون غالبا مينلي في الابر، في الجزء العلوي من الوجه. الفيلر ممكن اعملها في منطقه التير تراف، ممكن في منطقه النيزوليبيال، ممكن في الخدود، في الشفايف، في تحديد الجو لاين. فده فيلر ماده مليئه بحقن بلاقي نتيجه في ساعتها. فاحنا بنتكلم في منطقه ودي منطقه تانية، فايه المشكله ان اقدر اعملهم؟ دي حاله عملنا لها بوتوكس في منطقه الجبهه، كان عندها تجاعيد في منطقه الجبهه نتيجه اكسبريشن معين بتعمله. بدات الجبهه تتشد تماما، بدا بيظهر فيها لمعه، التجاعيد اللي كانت بتعكس السن اكبر راحت خالص. فان انا اعمل ميكس ما بين البوتوكس والفيلر والخيوط ايفن في نفس الجلسه اقدر. ما انا ممكن حاله اعملها خيوط في منطقه الرقبه، وبوتوكس في الجزء العلوي من الوجه، وفيلر في منطقه النيزوليبيا. دي المشكله، ما ده في منطقه وده في منطقه وده في منطقه. على حسب انا هحقن بوتوكس فين، انا هحقن فيلر فين، المشكله هي بتعاني منها. طيب قولي لي اهم العروض اللي موجوده عندكم في مركز نبض دلوقتي ايه هي عشان المشاهدين لو حابوا يستفيدوا؟ احنا دلوقتي بنرحب بكل الامهات اللي تعبوا مع اولادهم في فتره المذاكره وكده، ونقول لهم احنا تعالوا بقى. عاملين عروض توصل لغايه 50% على البوتوكس، على الفيلرز، على الخيوط، على ايفن الفراكشنال ليزر. كل السيرفيس الموجوده عندنا في المركز نبض نقدر نعرف الاوفرز اللي موجوده عليها عن طريق الكول سنتر. ميرسي جدا لوجودك النهارده معانا، نورتينا دكتوره ماريان. فاصل وهنرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا.